ذاكين عادي يكونوا أسس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 س
بصل بإمكانية بصل بارك الله. بالتعاون مع مديرية الصناعة تحت إشراف الوالي قمنا بهذه الحملة لجمع الجلود أضاحي العيد، والحمد لله الحملة كانت تعتبر ناجحة. الجلود الصالحة اللي سما داروا لها الملح تخزن بطريقة صحيحة توا دائرة عين بيضاء، بعد 3 جور 2 جور تنقل هذه الجلود إلى مصنع الجلود باتنا. الجهوي اللحوم الحمراء الفيار تحتضن أول نقطة لجمع حملة لجمع الجلود، وهذا كما قلت تفضلت بالإشراف لنا، وأيضا العملية هي كانت تحت إشراف سيد الوالي، والحمد لله أيضا حضرت الوزيرة وزيرة التضامن لكي تعطي إشارة انطلاقة. كما قلت الحمد لله خرجت من هنا. دونك الحملة هذه لجمع الجلود هي أصلها عملية للحفاظ على المحيط، اللي كانت كل سنة حنا نشوفوا المظاهر اللي ماشي بها. الحمد لله هذه، والحمد لله صارت كاينة مؤسسة في طور إن شاء الله الإنشاء، إن شاء الله نشأت وراح تمشي تطور، وين دير الجمع هذه هنا ماشي غير في المركب الجهوي ولكن في مناطق الولاية كامل إن شاء الله. بحلول عيد الأضحى المبارك مجمع زيرتوب يتمنى لكم عيد مبارك سعيد. طازج حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.